السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة في الفيديو الثاني لمحابس البلاج هنتكلم على طرق التركيب المختلفة على حسب التطبيق. بداية احنا بنصنع اكتر من 16 نوع من المحابس، ومنها على سبيل المثال محابس التحكم الهيدروليكي اللي بتضم تحتها اكتر من 40 نوع محبس، وبنمتلك والحمد لله القدرات التصميمية والإنتاجية من ورش ومسابك اللي بتمكننا من تصنيع أي نوع من أنواع المحابس المناسبة لمختلف التطبيقات. فلو العميل أو التطبيق محتاج محبس دبل سيلينج أو ثري واي هنقدر نصنعها، بس ده بيكون تبعا لطلب العميل وتبعا للتطبيق. على سبيل المثال احنا حاليا بنصنع محابس دبل سيلينج بلاج فالف لأحد تطبيقات الصرف الصحي لمحطة صرف صحي أبو رواش، ودي محابس قطر 400 ملي بإن 25 بار. فالخلاصة إننا بنمتلك القدرات التصنيعية لأي نوع من أنواع المحابس المناسبة للتطبيقات المختلفة. اتكلمنا في الفيديو الأول بالتفصيل عن مزايا محابس البلاج، وهنستعرضها تاني سريعاً. رقم واحد هي قلة عمليات الصيانة، لأن الجيربوكس المشغل للمحبس غير ملامس للسائل. رقم اتنين التنظيف الذاتي للمحبس وعدم تراكم المواد الصلبة بداخله. رقم ثلاثة المحبس أقل ارتفاعا بكثير من محابس السكينة، وده بيوفر في تكلفة الغرف الإنشائية وتكلفة الحفر. رقم أربعة هي إمكانية استخدام محابس البلاج في عمليات الخنق وعمليات التحكم. رقم خمسة سهولة عمليات الصيانة واستبدال جوان المحبس دون فك المحبس من الخط. رقم ستة هو استخدام جير بوكس كورتر ترن، وده بيقلل من زمن الفتح والقفل للمحبس. تبين لنا من دراسة محطات وخطوط الطرد ان نوعية محابس البلاج المبينة في الصورة واللي بنسميها الستاندرد بلاج فالف بتغطي تقريبا 95% من التطبيقات المختلفة. زي ما الصورة بتوضح ان المحبس له اتجاه مفضل لإحكام الغلق بنسميه البريفيرد سيلينج دايركشن او البريفيرد كلوجر دايركشن، وبيكون ضغط السائل فيه على ظهر الديسك زي ما هو مشار اليه بالسهم، وفي الاتجاه ده المحبس بيقطع مية تماما عند ضغوط بتصل الى الضغط الاسمي للمحبس او الريتنج بريشر. اما الاتجاه الاخر فبنسميه الامبريفيرد سيلينج دايركشن او الامبريفيرد كلوجر دايركشن، وبيكون اتجاه الضغط فيه من ناحية جوان المحبس، وده ممكن المحبس يسرب فيه بعد قيمة معينة للضغط. علشان كده مهم جدا مراعاة اتجاهات التركيب لمحابس البلاج بحسب التطبيق. نتيجة عدم دراية بعض المقاولين بتعليمات التركيب وعدم قدرة بعضهم على تحديد البريفيرد سيلينج دايركشن، فقمنا بعمل تعديل بسيط في السيلينج ميكانيزم للمحبس. فعلى سبيل المثال تم عمل هذا التعديل في محبس 1000 ضغط 10 بار، وتم اختبار المحبس من اتجاه الام بريفيرد سيلينج دايركشن، وقطع المحبس ميه تماما حتى ضغط 7 بار، وحدث تسريب بسيط بعد ضغط 7 بار. وبنعتقد ان زيادة قيمة الضغط في خطوط الصرف الصحي عن 7 بار هي حالات قليلة الحدوث، علشان كده بنأكد ان محابس البلاج من النوع الستاندرد طيب بتغطي تقريبا 95% من تطبيقات الصرف الصحي. اتجاهات تركيب محابس البلاج بحسب التطبيق. التطبيق الاول هو تركيب محابس البلاج الستاندرد طيب على سحب وطرد الطرمبات. ده شكل الخط، وهو عبارة عن بيارة السحب، محبس السحب او السكشن فالف، بعد كده الطرمبة، بعد كده محبس عدم الرجوع، بعد كده محبس الطرد. في حالة تركيب محبس البلاج على سحب الطرمبات مش من الضروري مراعاة اتجاه التركيب، وذلك لان ارتفاع المية في معظم البيارات
بيتراوح من 3 ل 7 متر، وفي بعض الحالات النادرة ممكن يوصل المية أو ارتفاع المية داخل البيارة من 15 ل 20 متر. وفي كل الحالات ديت بيمكن تركيب المحبس البلج في أي اتجاه، لأن المحبس هيمكنه إحكام الغلق من كلا الجانبين. في حالة تركيب محبس البلج على طرد الطرمبات، وحيث أنه غير معلوم لدينا كمصنعين بروفايل خط الطرد، فإننا نوصي بتركيب محبس البلج بحيث يكون اتجاه البريفيرد سيلينج دايركشن هو اتجاه الباك فلو دايركشن، وذلك لأنه مهما زادت قيمة الباك فلو بريشر فإن ده بيساعد على إحكام غلق المحبس، علشان كده بنسمي الاتجاه ده البريفيرد سيلينج دايركشن أو البريفيرد كلوجر دايركشن. التطبيق الثاني هو تركيب محابس البلج الستاندرد تايب على خطوط الطرد. الشكل ده بيوضح غرف العزل على خطوط الطرد. في الحالة دي برضو زي ما ذكرنا قبل كده، علشان احنا مش عارفين البروفايل بتاع خط الطرد عامل ازاي، فبنوصي بتركيب محبس البلج بحيث يكون اتجاه البريفيرد سيلينج دايركشن هو اتجاه الباك فلو بريشر، وده لانه مهما زادت قيمة الباك فلو بريشر فان ده بيساعد على احكام غلق المحبس. ومحابس العزل على خطوط الطرد هي محابس مفتوحة باستمرار، ولا يتم غلقها إلا في حالات الكسور أو في حالات عمليات الصيانة. التطبيق الثالث وهو تركيب محابس البلج الستاندرد تايب على خطوط المناورة. الشكل ده بيوضح مكان تركيب المحبس على خط المناورة، وهنا عندنا 3 حلول. الحل الأول وهو استخدام محبس البلج الستاندرد تايب على خط المناورة، وزي ما ذكرنا مسبقا ان المحبس بيكون محكم الغلق تماما من ناحية البريفيرد سيلينج دايركشن لضغوط بتوصل للريتنج بريشر بتاع المحبس، بينما يمكن احكام التسريب حتى ضغط 7 بار من ناحية الام بريفيرد سيلينج دايركشن. اما اذا كانت قيمة الضغط من كلا الجانبين على المحبس اعلى من 7 بار فاننا نتجه الى الحل الثاني. الحل الثاني هو استخدام نوعية محابس البلج من النوع الدبل سيلينج زي الصورة. المحبس ده بيتحمل قيمة ضغط متساوية من كلا الاتجاهين بتصل الى الريتنج بريشر بتاع المحبس. وبالفعل عندنا تطبيق بنصنع فيه محابس قطر 400 ملي لمحطة الصرف الصحي في أبو رواش ضغط 25 بار. المحبس بيتعرض لضغط 17 بار من ناحية و12 بار من الناحية الأخرى، ولكن هذه النوعية من المحابس لها مجموعة من العيوب سنذكرها تفصيليا. الحل الثالث أن بيوصي بعض السادة الاستشاريين أنه يمكن استخدام محابس السكينة على خطوط المناورة، لأن المحبس بيكون مقفول أغلب الوقت. فكرة عمل المحبس الدبل سيلينج. المحبس بيحتوي على دبل سيلينج زي ما هو موضح في الصورة. السيل الأول بنسميه الأبر سيلينج، والسيل الثاني بنسميه اللور سيلينج. طيب إزاي المحبس بيكون محكم الغلق عند الضغط على الديسك من أي من الجانبين بقيمة ضغط بتصل إلى الريتنج بريشر بتاع المحبس؟ عند ضغط السائل على ديسك المحبس من هذا الاتجاه بيعمل السائل على إبعاد هذا السيل من مكانه، وممكن يحصل تسريب من هذا الجانب، ولكن بيعمل ضغط السائل على ضغط السيل الآخر على السيت الموجود في جسم المحبس، فبيعمل على إحكام الغلق ومنع التسريب، ويحدث العكس إذا كان ضغط السائل من الجهة الأخرى على ديسك المحبس. عيوب محابس البول الدبل سيلينج. رقم 1، نتيجة تصميم الكرة الكاملة والجوان من الناحيتين بيزيد الفيس تو فيس للمحبس، وبيكون حجم المحبس أكبر بكتير من محبس السكينة، ومن الصعب استبدال محبس السكينة بمحبس البول من غير ما نقطع في الخط. دي مقارنة بتوضح الفيس تو فيس
للمحابس المختلفة قطر 1200 ملي، محبس سيارة الستاندرد بلاك فالف الفيس تو فيس 1400 ملي، محبس البول فالف عند شركة فالماتيك الفيس تو فيس 1930 ملي، محبس البول فالف عند شركة ايرهارد الفيس تو فيس 2400 ملي، الميتال سيتد جيت فالف الفيس تو فيس 1400 ملي. رقم 2، المحبس البول اكبر بكتير في الحجم، وده هيزود سعر المحبس بمقدار الضعف. رقم 3، صعوبة عمليات الصيانة وخاصة للجوانب السفلي للمحبس، وده بيتطلب فك المحبس من الخط. رقم 4، تصميم الديسك في هذه النوعية من محابس البول بيقلل من عملية التنظيف الذاتي للمحبس، مع احتمال دخول بعض المواد الصلبة عند غلق الديسك، وده ممكن يكون سبب في قطع جوان المحبس السفلي كل فترة واحتياجه لعمليات الصيانة المستمرة. الخلاصة، رقم 1، تم تصميم محابس البلاج خصيصا لحل مشكلات المشغلين مع محابس السكينة في تطبيقات الصرف الصحي. محابس البلاج الستاندرد تايب بتغطي أكتر من 95% من تطبيقات الصرف الصحي. رقم 3، محابس البلاج فيها العديد من المميزات اللي بتفضلها على محابس السكينة، ودي ذكرناها بالتفصيل مسبقا. رقم 4، محابس البلاج الدبل سيلينج على الرغم من انها محكمة الغلق في كلا الاتجاهين عند ضغوط بتصل الى الريتنج بريشر بتاع المحبس، الا انها بتفتقد الى بعض المميزات الموجودة في محابس البلاج الستاندرد تايب زي صعوبة عمليات الصيانة. رقم 5، محابس البلاج الدبل سيلينج تطبيقاتها محدودة ولا تتعدى 5% من تطبيقات الصرف الصحي. أخيرا، عايزين نأكد إن كل نوع محبس في منه طرازات كتير. فمثلا في محابس السكينة اللي بننتجها حتى قطر 1800 ملي، عندنا منها 3 طرازات، طراز 300 و3300 و4300. عندنا محابس الفراشة في منها الإكسنتريك والويفر واليو سيكشن واللج. محابس عدم الرجوع في منها 16 نوع مختلف، زي محابس النوزل ومحابس التلتنج ومحابس السوينج فليكس ومحابس الكومبايند تشيك ومحابس الهيدروليك تشيك. عندنا برضو محابس البلاج في منها الستاندرد ديزاين والدبل سيلينج زي ما شرحنا في البرزنتيشن. اختيار المحبس بيتحدد بناء على التطبيق، وده مش معناه ان المحبس الاغلى والاكبر في الحجم هو المناسب لكل التطبيقات. سمعنا من بعض العملاء ان محابس البلاج الامريكاني هي محابس كبيرة وضخمة وعملاقة، ولكن برضو عايزين ننوه ان محابس الفراشة الامريكاني ومحابس السكينة الامريكاني هي كمان محابس كبيرة وضخمة وعملاقة، لاننا كمهندسين لازم نفرق ما بين الـ AWWA Standard وما بين الـ ISO Standard، لان في الـ AWWA ستاندرد بيكون سمكات وتخانات واقطار الفلانشات اكبر بكتير من الايزو ستاندرد. علشان كده هنلاقي المحابس الامريكاني اللي بيتم تصميمها طبقا للمواصفة الـ AWWA بيكون حجمها اكبر بكتير مقارنة بالمحابس اللي بيتم تصنيعها طبقا للمواصفات الايزو ستاندرد. شكرا، والى اللقاء في فيديوهات قادمة ان شاء الله.